شلونكم زينين؟ أفضل تشبيه للدماغ أريدك تعرفه اليوم حتى تبقى تتعلم وما تتوقف أبداً. تخيل دماغك مثل النهر الكبير، والمعلومات أو العلم هي الماء الجاري. كل ما تتعلم معلومة أو تتدرب على مهارة، كل ما تفتح فرع جانبي للنهر أو ساقية صغيرة تسقي بيها أرض بمساحة معينة. هاي المساحات تمثل مهارة معينة وخبرة بمجال معين. فكل ما كان الماء يمشي أسرع أو كمية الماء أكبر، كل ما كان حجم الفرع الجانبي اللي يمثل المهارة أو العلم اللي تعلمته أكبر. كل ما خضرت المساحة اللي يسقيها الفرع أكثر. فمتباوع النهر من فوق من مسافة بعيدة، راح تشوف النهر مكون من مئات الفروع الصغيرة اللي مشتقة من النهر الكبير. كل فرع يمثل مهارة، مثلا فرع يمثل مهارة سياقة السيارة أو البايسيكل، فرع يمثل مهارة الرسم أو الموسيقى، فرع يمثل مهارة الروحية والعبادة، فرع يمثل الخبرة باختصاصك اللي تعلمته بالجامعة مثلا. فكل ما كان النهر أكبر وأسرع وأكثر ماء، كل ما كانت الفروع أكبر وأكثر حفاظا على نفسها من الإضمحلال أو الإنسداد. فتخيل هسه إذا توقفت عن التعلم، راح تنسد الفروع الصغيرة شوية شوية لحد ما تصير جاهل. وإذا ظلت تتعلم يوميا وتقرأ وتشتغل وتعمل على نفسك وشخصيتك، كل ما زاد حجم الفروع وزاد علمك وارتفعت بنفسك وبعقلك للأعلى. إذا دماغ الجاهل خالي من الفروع، ودماغ المتعلم مليان ماء ومليان فروع. التشبيه اللي استخدمته هو تشبيه علمي، حيث أن الفروع تمثل الأوعية الدموية اللي تكثر بدماغك كل ما تتعلم شيء جديد. يعني دماغك جاي يوسع المكانات اللي تشتغل ويخليها أكثر فاعلية عن طريق زيادة جريان الدم داخلها. فلا تتوقف عن التعلم، لأن إذا ما تقدمت بدماغك للأمام راح يرجع بيك إلى الخلف. استمر بالتعلم إلى آخر يوم بحياتك، وتابعني على الانستغرام واليوتيوب.